التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى تركيا، وخلال الزيارة أكد الرئيس السيسي على أن ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا لمحاولة إرساء السلام والاستقرار. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين. ولدى وصوله إلى مقر الجلسة الافتتاحية بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، جرى التقاط الصور التذكارية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة. وخلال افتتاح منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتمويل مشاريع في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة ب50 مليار دولار. وقال الرئيس الصيني إن بلاده ستطلق مناورات ودوريات عسكرية مشتركة مع دول إفريقية. وأضاف الرئيس الصيني أن بكين ترغب في تعميق التعاون الصناعي والزراعي والتجاري والاستثماري مع القارة، مشيرا إلى أن الصين وإفريقيا ستنفذان 30 مشروعا لربط البنية التحتية، وسيخلقان أهدافا مشتركة للتنمية الخضراء. وفي كلمته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تصحيح ما لحق بالقارة الإفريقية من ظلم تاريخي، مشيرا إلى أنه من المخزي ألا يكون للقارة الإفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وأكد غوتيريش أنه بإمكان الصين وإفريقيا إذا ما تعاونتا سويا أن تقود ثورة في مجال الطاقة المتجددة. وقال غوتيريش إن سجل الصين المذهل في مجال التنمية خصوصا في القضاء على الفقر يعد مصدرا عظيما للتجربة والخبرة. أعلن مصدر رفيع المستوى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة. وأضاف المصدر أن ترويج نتنياهو لتهريب السلاح من مصر أكذوبة لتبرير فشله في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة. وأكد المصدر أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا وخارجيا، وأن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على المحتجزين أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة الغربية المحتلة. أعلنت حركة حماس أنه ليست هناك حاجة إلى مقترحات جديدة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وأن المطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو لإلزامه بما تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق ميدانيا. واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيات أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد 23 فلسطينيا في قصف على عدة مواقع في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في قطاع غزة في المناطق الجنوبية، وتشمل تطعيم 340 ألف طفل خلال 4 أيام. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم اختتمت بنجاح، وتلقى خلالها حوالي 200 ألف طفل في وسط القطاع الجرعة الأولى. ومن جانبه طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدنى هوم بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، كما دعا إلى مواصلة الجهود لوقف إطلاق النار.
استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة. قصفت مسيرة لاحتلال الإسرائيلي بمركبة في مدينة طوباس، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين. ومن جانبه زعم الاحتلال الإسرائيلي أن القصف استهدف أشخاصا شكلوا تهديدا على حد قوله.